فجايبه لكم بقى طريقه سمك او سمك جايباه معايا من البلاد الساحليه بورسعيد. هنعمل الطريقه بس الطريقه المصريه بقى، ماشي؟ معلش. طيب هنستخدم ايه؟ العادي جدا بتاعنا اللي هو عصير الليمون والثوم وشويه ملح وكمون، خلاص؟ وهنبدرها بالدقيق واقليها في الزيت، دي الطريقه المصريه العاديه جدا بتاعتنا. انا ابدا اسخن لو بيحب زيت حامي شويه، خلاص؟ ابدا بقى اعمل لها تتبيله بتاعتها، وهحط لها شويه كزبره خضراء صغيرين رفيعين كده جوه الايه؟ جوه الخلطه دي. بص بقى كده، احط هنا ايه؟ ليمون. يبقى انا حطيت كده ايه؟ بصوا حبه كزبره خضراء، وبعدين الثوم وعصير الليمون وملح وكمون.